السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في ثلاث ولاد واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، الخيرات والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات ورجال بنات ولاد كبير وصغير، اليوم 3/5/2022، هاد الخيرات عند الغطاس ولكن اليوم اولاد كما تشوفوا، مبروك العواشر كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان والحباب تونا، اهلا بكم. كما تشوفوا هاد الرجل عنده الكبده والقلب والهبيل والخيرات الطيحان والخيرات تبارك الله، يجيو عندهم الكزاره والحريفيه والكسابه والبيع والشرياق، وكل واحد تيجي عندهم ناس مخيرين والناس زينين. هنايا في ثلاث ولاد واثنين بالحماد وسيدي حجاج ولاد مراح والحد ولاد عبدون بخريبكه، ناس مخيرين والناس زينين. سخرة عبد الرحمن شويه كما تشوفوا هاد الخيرات ديما كي تشوفوا معنا. نحيي أي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان والحباب تاعنا. نحيي الغطاس غيب السعودية عمرة، تمنوا ليه التوفيق خفير الذنب الصحة والسلامة وكل واحد من الأحباب تاعنا. هاد الخيرات كي تشوفو تيبيع لك هذاك الشيء اللي بغيتي، رجل بغيتي تشوي عندو تيشوي لك، بغيتي تاخد عندو خود، رجل مخير والناس زينين. هنايا في ثلاث الولاد نحييو الحباب تاعنا، اليوم كما قلنا راه 3/5/2022. نحييو الحاج خالد من الدار البيضاء الكبرى، هو والعائله تاعته كبيره وصغيره، الحاج احمد من تطوان اللي عطانا السكن في مارتين، تحياتي ليه وقول العائله تاعته الحباب تاعنا الغاليين. سي حمدون من عاصمه الرباط، عاصمه المملكه المغربيه، تحياتي ليه. سي عبد العزيز من ناظور الحمصي، نحييوه تحية كبيرة مالياش الحد وكل مشاهد قناة زيتون مرجان. اللي ما ذكر سميتو اليوم ركزنا على هاد الأسماء، سمحوا لينا اللي ما ذكرنا سميتو، حيت كاينين عيالات ورجال بنات ولاد وكبير وصغير في المكان، أهلا بكم جميعا. مازال غنسولوه على أتمينة ونسولوه الخيرات تبارك الله، كما تشوفوا معنا تيجيو عندهم الحريفية والكزارة والبيع والشرياق، كما قلنا لكم تبارك الله بغيتي تشوي عندهم شوي، بغيتي تجي من جهة أخرى وتشوي عندهم هما مشكل. اهلا بك الله يحفظك. مرحبا، شكون اللي غادي يعطينا اثمنه؟ سي احمد ولا سي رضوان ولا سي عاد سي احمد؟ واخا سي احمد عطينا بشحال؟ 2600 كبدة والقلب ب 2600، شوية الورسيس قول لي يا سي أحمد، والقضبان شحال تتبيعهم؟ اللي بغى الفرق، اللي بغى 100، اللي بغى 400، كله ياكل على قدر فلوسه كما تيقول لنا السي أحمد. هنايا في الثلاث ولاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان في المكان والحباب تاعنا، أهلا بكم. واللي بغى يشوي عندكم شحال؟ 20 درهم كيلو يا بخو. ما معزز أعطيهم تالف، هذا راه كان يخدم الشمال، راه كان كزار يخدم الشمال. ماشي مشكل، كما تشوفوا هاد الخيرات في الثلاث ولاد كما قلنا تيجيو عندهم الكزارق والبيع والشرياق وكل واحد.
والحبيب تسكن ما عندكمش سي احمد الحبايل عندكم قلال اليوم هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا في الثلاث اولاد هاد الخيرات اليوم وديما ان شاء الله بحول الله وقوته نصوروا لكم الغطاس ولادو تيجي من السعوديه ان شاء الله كما تشوفوا هاد الخيرات ديما عندهم شي حاجه نقيه وزينه راه تيجيو عندهم غير الحريفيه اكثر اكثر تيجيو غير الحريفيه كما تشوفوا معنا في ثلاث ولاد او سيدي حجاج ولاد مراح يلا شويتي الصحه والراحه سيدي كما قلنا في حد ولاد عبدون بخريبكا نحييهم ولي المحمدية يا سي احمد غبروا تحياتي لهم كل مشاهد قناة زيتون مرشاد الحباب تونا في المكان الخيرات تنوروا الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون مرشاد في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن حبابنا أهلا بكم جميعا والناس اللي تكتب لنا التعاليق او الكومنتات عيالة رجال بنات ولاد نحييهم تحية كبيرة ما لهاش الحد. انت دابا قول لي حطوا سير. واسي احمد انت دابا قول لي حطوا سير. راه ولد عمك ها يا. راه فقيه عندنا هذاك ياك؟ صعيب فقيه عندكم؟ صعيب شي شوية. تجيبي مع شي واحد شي عشان ولادك صعيب معلف مسكين دار كامل هو صعيب الناس اللي تتشارك معنا في القناة نحييهم نحييهم تحية كبيرة ما لهاش الحد الناس اللي تتشارك معنا في قناة زيتون مرجان كاينين الحباب تونا اللي غاليين على قناة زيتون مرجان الحباب تونا اهلا بكم كما تشوفوا الخيرات تبارك الله معروفين هنا الحريفي جاو الكسيره والبيجا والشرايا راه كاينين شويه اخرين واللي ما الله يهدي ما خلق ما غاديش ندخلهم شي واحد كل واحد والحياه تاعته هذه تنوريها للحباب تاعنا اللي غاليين على قناة الزيتون مرجان تاعت الحقيقة قناة الحقيقة قناة الحريفية كيما تشوفوا معنا جيو شوفوا هاد الخيرات كي تشوفوا هاد الخيرات عند الغطاس وين كاينين غير ولادو ولاد الغطاس اللي كاينين اليوم ان شاء الله الغطاس 25 يمكن اللي غادي يكون نهار 25 15 نهار 15 ان شاء الله غادي يكون هنايا في المملكه المغربيه دابا كاين في السعوديه عمره نتمنوا ليه خيرات تبارك الله راجل ضرافات وراجل مخير ومعروف هنا البيع والشراء والكسارة والحريفية كما تنقولوا لكم راه حقيقية ومعقولة حيوا أي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن كما قالوا لنا اللي بغى قديم أو بغى جوج أو بغى عشرة أو بغى عشرين أو بغى رابعة أو بغى كيلو أو بغى أربعة كيلو أو بغى عشرة كيلو الخيرات راه موجودة تيجيو عندهم كما قلنا الحريفية وكل واحد فيهم هنايا تيجيو معروف هنايا الناس القبيل أو المدن أو هاد أنت فين هربت؟ كيف قلنا؟ يلا ساليتي يلا ساليتي هذا تاوكا جلال صاحبنا قبو
بو تيبيع شريف الثور الجزاري الزيتون شولينا وتالي دابح انا رانا غير تالي دابح قول لي ما الزيتون الكاره لا تالي دابح وتالي خاصك شولينا مرحبا الله يحفظك سي جلال تبارك الله على سي كلشي كاين يوسف هذا مصلي فيك ولا والو كلشي كاين هذا يا خويا راه عقلنا ياك ياك هذاك الانشير زوين والله حتى واحد ما شاف شي حاجه والتسير كل ما عجبكش كل جيتي تعير فيا ما العيرش ياك الله يحفظك